صباحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. أجواءنا لا تزال أجواء معتدلة تميل إلى الحرارة في بعض المناطق، استمرار في الرياح الشمالية الغربية المعتدلة، ولكن إن شاء الله خلال الساعات القليلة القادمة تبدأ هناك نشاط في الرياح تدريجيا. متوقع أن تصل سرعة الرياح الشمالية الغربية إلى 50 كيلومتر في الساعة ابتداء من منتصف النهار، قد تؤدي لإثارة الغبار وبعض الأتربة المثارة على المناطق المكشوفة من البلاد. أما الأجواء الحالية في مدينة الكويت وضواحيها، السماء صحو والرؤية لا تزال جيدة في مدينة الكويت 8 كيلومتر في الساعة، نلاحظ استمرار الرياح الشمالية الغربية 7 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية في مدينة الكويت وضواحيها 39 درجة مئوية، الرطوبة النسبية متدنية 15%. أما بالنسبة لدرجات الحرارة الصورة المتوقعة في الساعات الأولى من هذا اليوم، 31 درجة مئوية في منطقتي شقايا والسالمي، المناطق الوسطى في مدينة الجهرة وكذلك مطار الكويت الدولي متفاوتة ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية، شمال بلاد في مزارع العبدلي 33 درجة مئوية، الجزر الشمالية في ريتشاور وبوبيان من 32 إلى 33 درجة مئوية، جنوبا في مزارع الوفرة 33 درجة مئوية، كذلك جزرنا الجنوبية قارو كبر من المرادم 35 درجة مئوية. استمرار في الرياح الشمالية الغربية خفيفة لو معتدلة السرعة، تنشط أحيانا من 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة. من بعد منتصف نهار يوم الغد ونشاط في الرياح الشمالية الغربية، متوقع أن تتفاوت من 20 إلى 50 كيلومتر في الساعة، قد تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة المثارة خاصة على المناطق المكشوفة وكذلك المناطق الصحراوية من البلاد. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، العظمى 48 درجة مئوية في مدينة الجهرة وضواحيها، غرب البلاد 46 درجة مئوية، شمال البلاد في مزارع العبدلي 49 درجة مئوية، الجزر الشمالية من 44 إلى 48 درجة مئوية، أما المناطق الساحلية والجزر الجنوبية متفاوتة ما بين 39 إلى 45 درجة مئوية. أما بالنسبة للأجواء البحرية المتوقعة أعزائي المشاهدين خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، حالة البحر بشكل عام معتدل إلى عالي الموج من 3 إلى 6 قدم، متوقع أن تستمر هذه الحالة إلى ساعات الليل، ما ننصح بممارسة الأنشطة البحرية خاصة مع نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. أما بالنسبة للتيارات لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:24، موعد أذان المغرب الساعة 6:14 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، الأجواء المغبرة مستمرة يعني اليوم الخميس وكذلك غدا الجمعة بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية المتوقع، قد تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتر في الساعة، العظمى المتوقعة في يومين الجمعة والخميس 45 و 46 درجة مئوية، أما الصغرى من 35 إلى 36 درجة مئوية. ابتداء من يوم السبت تبدأ تقل فرص الغبار وكذلك يقل نشاط الرياح الشمالية الغربية، تتراجع إلى من 8 إلى 38 كيلومتر في الساعة، تستمر كذلك الرياح أو الأجواء الحارة في النهار وشديدة الحرارة، متوقع درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية، أما بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية.